الوصفة دي يا بنات تحفة جدا جدا، هتفتح لك أسنانك من أول استخدام. المكون الرهيب اللي موجود معانا في الوصفة بتاعتنا دي يا بنات حقيقي بيخلصك من كل مشاكل الأسنان، بيفتح الأسنان جدا جدا، بيشيل الطبقة الصفراء كلها من أسنانك، وكل اللي هيشوفك هيقولك عملت ايه في أسنانك عشان يبقى لونهم أبيض كده. الوصفة حلوة جدا يا بنات، وتعالوا نشوف عملناها ازاي وازاي هنستخدمها بمكونات بسيطة من بيتك، بس حقيقي تحفة، مكون عجيب موجود في بيوتنا كلنا، هيخلصك من الأصفرار اللي موجود في أسنانك من أول استخدام. تعالوا نشوف عملناها ازاي. المكون العجيب يا بنات واللي فعلا حلو جدا جدا لتفتيح الأسنان، وكمان بيديكي بياض ناصع لأسنانك، اللي هي البن أو القهوة، يعني مفيدة جدا يا بنات للأسنان، وبتديكي تفتيح للأسنان عالي جدا جدا. الناس اللي بتشرب قهوة كتير زي حالاتي كده وشاي بقى والكلام ده وبتتكسف من أسنانها، الوصفة دي يا بنات أنا مجرباها يعني بنفسي، وقبل ما أعمل لكم أي وصفة بجربها عشان أشوف النتيجة بتاعتها عاملة إيه. انا بما اني صاحبة محتوى، لو انا عملت حاجة وطلعت مش كويسة فده شغلي، لكن انا مقدرش اعمل لكم وصفة وتعملوها وترموا المكونات اللي حطيتوها وتدعوا عليا. تمام يا بنات، فالوصفة دي حلوة جدا 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 لتفتيح الاسنان، وكمان هتديكي بياض ناصع، هتشيل الطبقة الصفراء دي كلها. تمام يا بنات، هنبتدي كده نشوف الوصفة بتاعتنا، وهنجيب طبق كده يا بنات نشتغل فيه، ويا ريت يكون طبق زي ما انتم شايفين كده، ازاز او يعني اي حاجة صيني او ازاز، يعني بلاش بلاستيك، اي حاجة تستخدموها بنات دايما نستخدموا حاجات زي كده. تمام، وهنبتدي ننزل بمعلقة من القهوة او البن. تمام يا حلوين، زي ما انتم شايفين كده. تمام جدا. المكون التاني يا بنات طبعا واكيد كلكم عارفينه، خلوا بالكم انا كمان هاخد شوية من البن ده، انا مش يعني هاخد شوية، انا هاخد نص معلقة بس. ليه بقى يا بنات هاخد نص معلقة بس وخلوا بالكم من الموضوع ده؟ عشان الوصفة دي ما ينفعش تحتفظي بيها في التلاجة، الوصفة دي هتستخدميها مرة واحدة في اليوم، وما ينفعش تعنيها في التلاجة او تحتفظي بيها في التلاجة. يعني هتعمليها مثلا وعارفة ان انت جوزك محتاجها، اولادك اللي موجودين في البيت، فتمام اعمليها، لكن ما تعمليهاش بكمية كبيرة وتحتفظي بيها في التلاجة، فمش هتكون كويسة. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. المكون التاني اللي هنحطه يا بنات، وطبعا كلكم اكيد عارفين ايه هو، وهو المعجون، معجون الأسنان. هناخد كده، بصوا هي هتبقى كميات متساوية، بن وقده بالظبط كده نفس الكمية معجون أسنان. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين. هناخد كده نص معلقة من معجون الأسنان، وهنبتدي نقلب كويس جدا جدا. قلبي بقى طبعا المكونات مع بعضها، احنا هنعمل حاجة فعلا حرفيا هتدعولي عليها، بتدي تفتيح يا بنات رهيب من اول استخدام. وزي ما بقول لكم ما ينفعش تحتفظي بالوصفة دي عندك في التلاجة، هي هتعمليها تستخدميها على طول، استخدموها بقى كلكم في البيت، لكن ما ينفعش تحتفظي بيها في التلاجة، في حاجات تانية بينفع تحتفظي بيها وبقول لكم عليها، لكن دي على طول يا بنات تستخدميها في نفس اليوم. تمام. هتستخدميها كمان انتي والعيلة كلها، شباب اطفال كلكم، مفيش اي مشكلة يا حلوين. تمام، المكون التاني اللي هو ايه بقى معانا يا بنات؟ المكون التاني هو الليمون. الليمون مبيض فظيع للأسنان، حلو جدا جدا، يعني حقيقي هيديك نتيجة مش هتتخيلي قد ايه حلوة. هنبتدي كده نجيب ليمونة. تمام يا حلوين، وهناخد منها كده قطرات من الليمون زي ما انتوا شايفين كده. الوصفة سهلة وبسيطة وتستاهل تعملوا لايك يا امارات، اعملوا لايك بالله عليكم، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يرفع. دمتم في امان الله، وربنا يجزيكم الف خير يا رب. احنا عايزين القوام بتاعنا يبقى زي اي معجون بنعمله، يعني
القوام بتاع الوصفة بتاعتنا يعني هو كده ناشف، شايفين؟ طبعا ده مش هينفع ناخده كده بالفرشة ونستخدمه زي المعجون. تمام، كمية صغيرة، الكمية صغيرة عشان انا عاملاها لنفسي، وزي ما قلت لكم يا بنات مينفعش تحتفظي بيها في التلاجة. الوصفة كده محتاجة ايه معانا؟ محتاجة شوية مية، شوية مية، عفوا يا بنات، هشوف الباب وارجع لكم. تمام يا حلوين، وكالعادة كل ما اصور لازم الجرس يرن. تمام يا حلوين، خلونا بقى في الوصفة بتاعتنا. شايفين الوصفة بتاعتنا كده ناشفة، فطبعا كده مش هينفع نستخدمها كويس، فهتحتاجي مية قطرات بسيطة كده، يعني ايه ما تزوديش عشان ما يكترش والخليط يبقى سايل منك اكتر، ولو سايل اكتر الموضوع بسيط جدا يا حلوين، هتحطي شوية بن، ما تعقدوش الامور على نفسكم. تمام، هو كده كويس جدا جدا، كده القوام حلو قوي. تمام كده تقدري تاخديه في الفرشة عادي وتستخدميه زي اي معجون. هو شايفين عامل ازاي كده كويس جدا. طبعا المعجون او غسيل الاسنان ليه طريقة معينة بنات خلوا بالكم منها، ما ينفعش تغسلي اسنانك كده، تمام كده غلط جدا وبيأذي اللثة جدا جدا. هتاخدي كده بالفرشة، ولنفترض ان دي الفرشة، وهتاخدي بقى اسنانك من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وطبعا تدخلي جوه كده في الضروس، وتحاولي تدخلي يعني تغسليهم كويس. النتيجة هتبهركم يا بنات. هتستخدمي الوصفة دي لو حابة تبييض سريع هتستخدميها كل يوم. تمام يا بنات، بس هتعملي كمية صغننة زي ما انا عاملاها كده عشان هتستخدميها على طول ومش هتعينيها في التلاجة، مينفعش تحتفظي بيها في التلاجة، هي كده تمام هتستخدميها على طول. تمام يا امارات، تمام يا امارات. نيجي بقى للناس اللي دايما بتعاني من رائحة الفم الكريهة، واللي هم بقى بيخرجوا وبيبقوا متضايقين ان في ريحة في الفم وكمان تعقيم يا بنات. تمام، هنيجي كده يا بنات وهنجيب كوباية من المية، كوباية فاضية كده في الأول، وهننزل فيها بالقرنفل. القرنفل يا بنات اللي أو المسمار أو أيا كان بتسموه ايه، محتاجين منه نص معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنحتاج ايه تاني يا أمارات؟ هنحتاج لحاجة تانية اللي هي ايه بقى، محتاجين للقرفة، قرفة أو ينسون. تمام يا بنات، يا قرفة يا ينسون هيديكوا نتيجة حلوة جدا وهتديكي ريحة كويسة جدا جدا للفم. تمام، هننزل بحوالي نص معلقة كده من القرفة، واحنا كده عملنا حاجة تحفة تحفة. ولازم تكون المية بتاعتك دافية او سخنة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل الكوب، احنا كده عملنا مضمضة تحفة يا بنات، هتخلي ريحة الفم عندك حلوة جدا جدا بدون اي تكاليف. في حاجة تانية بقى محتاجين نضيفها، اللي هي ايه؟ اللي هي الليمون. محتاجين ليمون يا بنات، الليمون من الحاجات المهمة جدا اللي هتديكي تعقيم و هتفتح الاسنان وهتخلي لون الاسنان ابيض جدا جدا. وهننزل بقطرات من الليمون كده، وطبعا الموضوع بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه، وتقدر اي حد يقدر يعمل الحاجات دي يا بنات. تمام يا بنات، هتسيبي المكونات دي كده مع بعضها لما، تمام يعني هتسيبيها لما طبعا تبرد تماما. هنقلب المكونات كده الاول مع بعضها زي ما انت شايفه اهي، طبعا ما فيهاش حاجه صعبه يعني، هي مضمضه. تمام يا حلوين، تمام يا حلوين، تقدري تستخدمي المضمضة دي يوميا قبل ما تنزلي من بيتك، او يوميا لو صحيتي من النوم وحاسه ان ريحة الفم عندك مش كويسة، او قبل ما تنامي. فحقيقي يا بنات هتديكوا نتيجة حلوة جدا جدا. الوصفة سهلة وبسيطة، تقدري تغيري القرفة وتحطي ينسون، بيدي ريحة حلوة جدا برضو يا بنات. والوصفة بتاعتنا بتاعت التفتيح حلوة قوي قوي قوي، الوصفة جميلة وتستاهل منكم لايك، وربنا يصلح حالكم يا رب ويجزيكم خير، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.